زوار موقع بديل، مرحبا بكم من قلب شارع محمد الخامس بالعاصمة الرباط. سبق لي واحد المرة قلت في مدينة تطوان والله المغرب ما دولة، وهذا التصريح هذا جر علي سخط كبير من طرف أعداء التغيير. أنا دابا دايز من شارع محمد الخامس وخذيت جريدة الصباح من عند الجريدة وشفت هذا العنوان: سقوط الكرطومي في ليلة القدر. طبعا هذه القضية عادل الكرطومي هو حقوقي وحائز على جائزة ترانسبارنسي، وسبق له كان تعتقل على نشاطه الحقوقي والنضالي، وأنا مبرمس صراحة هاد الولد هذا باش نضامن معاه، وربما غدا إن شاء الله مع ذلك كان شي عائق صحي غنحاول نكونوا معاه قدام مدينة الدار البيضاء. أنا كنت باغي زعما نأجل النقاش في هذه القضية هذه لأنه ما عنديش معطيات عليه مزيان، مشي على عادل الكرطومي على هذا السبب الاعتقال ديالو، ولهذا كتعرفوا حنا كنحترموا القضاء وكنحترموا المشاكون، حتى شي قاضي لا ضرر منه من حقه يدعيه، من حق إذا كان عادل الكرطومي دار شي جريمة وتثبت حقه يمشي للحبس كما أنا مشي للحبس، ما عندناش مشكل في هذا المستوى. ولكن دابا أنا جدايز من شارع محمد الخامس هنا كنشوف هذا العنوان، تارني هذا العنوان هذا لا أخلاقي لا مهني لا صحفي، جريمة سقوط الكرطومي في ليلة القدر. هذا العنوان هذا أول واحد كيقراه اللي كيعرف قواعد الصحافة وقواعد صياغة العناوين الصحفية ما فيش ريحة المهنة، جريمة أخلاقية مهنية سقوط الكرطومي في ليلة القدر، بمعنى ملي كتقول في ليلة القدر بما تحمله كلمة ليلة القدر في المخيال الجمعي المغربي الإسلامي في معظمه، ليلة القدر هي واحد الليلة مقدسة في المخيال المغاربة، فشكون اللي كيسقط ليلة القدر هو زعما حقاره المجرم وعدو الله. ليلة القدر زعما في هذه الليلة اللي مباركة ومقدسة عند المغاربة هاد الشخص هذا طاح فيها، واحد النوع من التشفي واحد النوع من الانتقام، والجملة فيها واحد الحقد، حقد بشري خطير ما عنده علاقة بصحة. فكتعرفوا المغاربة قلنا نقرأ معكم النص، الدستور المغربي هو أسمى وثيقة في الوثائق اللي كاين في المغرب هو الدستور المغربي. شنو يقول الدستور المغربي للمغاربة؟ باش نقول لكم والله المغرب ما دولة، هنا كنقولها وقولوا اللي بغيتوا وغنثبتها لكم بالملموس. شنو هو الدستور؟ الدستور واحد الوثيقة اللي كتكون الفوق كلشي كيحترمها. اش كيقول لنا الدستور المغربي فصل 23؟ تيقول قرينة البراءة والحق في المحاكمة العادلة حق مضمونان. قرينة البراءة، ما معنى قرينة البراءة؟ هو أن أي شخص ملي كيتم إلقاء القبض عليه كيكون في لحظة اتهام أو ضانين أو توجه له حتى اتهام تيكون بريء، فوقاش كيولي مدان حتى كيصدر حكم قضائي نهائي في جميع درجات التقاضي. والحق في المحاكمة العادلة، شنو هي المحاكمة العادلة؟ هو أن أي شخص ملي يتشد ما يتعرضش للتعذيب، ما يتضربش، تملي عليه حقوقه في السلسلة المسطرة الجنائية، حق في الصمت، الحق في كذا، الحق في كذا، ما خاش التأثير عليه في المحاكمة دياله، ما خاش التأثير عليه من أي جهة، لا مسؤول كبير ولا بوليس ولا صحافة والو، هذا هو حق محاكمة عادلة. كذلك ملي كنقولوا المحاكمة العادلة حتى اللحظة اللي كيكون يستنطق في البحث التمهيدي عن الشرطة ما خاش ديك الاستنطاق هذيك المعطيات تخرج للصحافة باش ما يأثرش عليه باش ما تشكلش رأي عام. شوفوا معايا المغاربة الفصل 23 تقول الحق قرينة البراءة والحق في المحاكمة العادلة مضمونان. الفصل 120 شنو تيقول لك؟ تيقول لك لكل شخص الحق في محاكمة عادلة. الفصل 120 لكل شخص الحق في المحاكمة، هذا الدستور. الفصل 108 من الدستور شنو تيقول لك؟ تيقول لك الملك محمد السادس هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية. دابا هذا الملك استقلال السلطة القضائية وهذا الفصل 23 وهذا الفصل 120 هي دستور اللي حنا المغاربة خرجنا أفواج وخرجنا وصوتنا على الدستور باش نحترموه. أرا نشوفوا واش كيتحترم هذا الشيء، واش الملك علاش دائما المهداوي كنناقش مع الملك تقول لا كطاول على الملك؟ أنا كنحط الملك غير قدام مسؤوليته، غير خصو يدير خدمته. هذا الملك ما كيديرش خدمته، واش ما فراسوش؟ واش غالبينه؟ واش هذا الملك باغي الوضع؟ الله أعلم، أنا ما غنجاوبش، أنا طلبوا مني غير عطيوني في بالك الملك ما دارش خدمته. أنا نعطيكم الدليل القاطع دابا سقوط الكرطومي في ليلة القدر. هذا شخص شدوه الفرقة الوطنية البارح، واخا حقوقي محترم عندي أنا كنعزو راجل الله يعمرها دار موفق داكشي اللي كنعرف عليه. كنبدا نقرا دابا أنا اش كنقرا دابا هنايا المغاربة، شوفوا المغاربة فين كنعيشوا حنا على دولة ديال الرعب. أمر وكيل الملك لدى المحكمة الزصرية بالبيضاء عصر أول أمس بوضع المدعو، شوفوا دابا اللغة الحقدية، هذه لغة لا أخلاقية، لغة كتنم على الحقد. المدعو، شوفوا دابا الصحفي كي داير، رهن الحراسة النظرية للبحث معه حول ما وصفته مصادر متطابقة بجريمة تبليغ عن جرائم وهمية وإهانة هيئة منظمة وهي وقائع ارتكبها. شوفوا معي الكلمة ارتكبها، ها الجريدة ها الديلامي الصحافة حكمت، وهي وقائع ارتكبها المعني بالأمر بمناسبة بث مجموعة من الأشرطة المرئية والكتابات عبر الإنترنت، كما كان فيها اتهامات خطيرة وعديدة للقضاة بالاسم والصفة ضمنهم قاضي للتحقيق
لدى استئنافية البيضاء، وآخر ينتمي إلى السلطة القضائية إلى حد وصف بعضهم بالمافيا والعصابة الخطيرة. وعلمة الصباح، شوفوا المغاربة الجرائم ديال هذه الدولة، هذه جريدة ديال الدولة كتاخذ المال العام. وعلمة الصباح أن إيقاف الكرطومي جاء إثر استدعاءات سابقة لم تتلها ما دفع إلى إلقاء القبض عليه في حوالي الثالثة عصر من أول ونقل إلى الفرقة الوطنية. وأفادت مصادر متطابقة أن الأبحاث التي يجريها ضباط الفرقة الوطنية ارتكزت أساسا حول البراهين والأدلة التي كان الموقوف يدعي أنه يتوفر عليها ضد القضاة الذين ذكرهم الاسم وتدخلاتهم في جهاز القضاء كما رمى التحقيقات نفسها وتحديد الجهة. إذن هادو فين المحاكمة العادلة هنا؟ والسيد بقي عند الفرقة الوطنية، النتائج وشنو طلع عليه من سؤال وكذا هي خارج الصحافة. إذن الملك هو ضامن لاستقلال السلطة القضائية. هي جريدة الصباح ملي كتخرج هاد الاتهامات على هاد السيد وكتوصفه بأنه كيبلغ على جريمة على عدم حدوثها ويهين القضاء وغاكيشير، إذا شوهط له سمعته وجي يشط الرأي العام عليه. نفترض حتى القضاء غدا عطاه البراءة، صورته ومكانته الاجتماعية ديالو دمرت وسط المجتمع، شكون دمرها له؟ جريدة الصباح. أخطر ما كاين، هاد المقال هذا يؤثر على القضاء ويجيش القضاء. إذا القاضي اللي غيحكم من غيقرا هادشي خصو يصدر الحكم يدينو. إذا قرينة البراءة هاد الولد هذا تمست ثم مست الحق ديالو في المحاكمة العادلة. شوفوا المغاربة على جرائم خطيرة، ها هو السيد كي محطور السلطة القضائية والجريدة الصباح عندها. واش ديلامي وكيل عام؟ واش الوكيل العام اللي كتب هذا الخبر هذا؟ ما علاقة الديلامي والوكيل العام؟ فين هو الملك ضامن استقلال السلطة القضائية؟ هل هي السلطة القضائية تذبح؟ ها قرينة البراءة تذبح؟ ها المحاكمة العادلة تذبح؟ إذا الملك أضامن، إذا الملك لم يضمن هنا استقلال السلطة القضائية. مش كنقولوش دابا حنا غنشوفو واش غيديرو معاهم. نكمل لكم المغاربة باش يبان لكم هاد المغرب ديال الانتقائية والحقرة. ذكرهم بالاسم وتدخلاتهم في جهاز القضاء كما رمت التحقيقات، شوفو كيخرج التحقيقات شنو دار فيها، كما رمت التحقيقات نفسها تحديد الجهات المفترض أنها تضررت من تلك التدخلات، وهو ما عجز المتهم عن تحديده. كانوا مع المتهم وكيجاوبوا في تحقيق المغاربة الجرائم، عجزت المتهم عن تحديده. إلى حدود أمس باتت أجوبته عمومية وفضفاضة وغير مرتكزة على واقع محددة وأدلة ملموسة. شوفوا المغاربة على الدولة كي دايرة، شوفوا المغاربة الحقرة، شوفوا الاعتداء على القضاء واعتداء على الملك وعلى المؤسسات وعلى الدولة المغربية كلها. وقال لك وينتظر حسب المصادر نفسها أن يتم التحقيق مع الموقوف حول الجهات التي تملي عليهما بين يبثه عبر الانترنت وتحدد له لائحه المستهدفين وتقف خلف تحريك تلك التصريحات المتضمنه التشهير والقذف، ناهيك عن ادعاءات تحريضيه عبر التبليغ عن جرائم وهميه واتهام القضاة سالف الذكر بالموقوف وراءه، ومن بينها الارتشاء والاستيلاء على العقارات وارتكاب جريمه قتل في حق البرلماني عبد المرداس. إذ كونت تلك التصريحات صوره وهميه عن وجود مجرمين خطيرين. شوفوا المغاربه قال لك التصريحات كونت صوره وهميه عن وجود مجرمين خطيرين في جهاز القضاء. باش عرفتي انت الصوره وهميه؟ باش عرفتي قضاة ما كاينش مجرمين؟ ها هو دابا هو الديلامي والصباح كتحكم قالت لك هذاك الشيء اللي قال وهميه، سبقوا القاضي هما. ولم تستبعد مصادر الصباح ان يتناول البحث مساله التجار من ملفات من خلال استغلال اصحابها ماليا وايهامهم بالوقوف الى جانبهم اعلاميا ولدى المنظمه الدوليه باستغلال صفات غير متوفره فيه، اذ يستهل الشكايات مجموعه من الصفات الدوليه رغم ان مستواه التعليمي. شوفوا الاهانه، كيقول لك الكرطوي لم يتجاوز مستواه التعليمي الاعدادي. شوفوا الصحافه اللي هي رساله، ورفع قضاة الوداديه الحسنيه، سمعوا المغاربه، ورفع قضاة الوداديه الحسنيه ونادي القضاة بجهه البيضاء شكايه الى وكيل الملك لدى محكمه عين السبع، طالبوا فيها بالبحث مع المعني بالامر ومتابعته قانونا لما وصفه بالحقد، الحقد المجاني. قال لك اي حقد مجاني على بعض القضاة ممن ذكر، باش عرفتيهم. علاش هذوك القضاة ما يتقدموش شكايه اللي ذكرهم الكرطومي؟ علاش تخزنوا وراء اطار الوداديه والنادي؟ باش عرفتي حقد مجاني بالاسم في العديد من الفيديوهات المنتشره في اليوتيوب والفيسبوك والتي شاهدها الالاف، انه توفر على معطيات تفيد تورط القضاة في العديد من الجرائم دون ان يقدم الدليل على صحه الادعاءات. باش عرفتيه؟ مشى عند المحكمه هو قدم لأ. كما ذكر القضاة بالموقف اتخذ من تشهير بالقضاة حرفه، وطالب القضاة متابعه المعني لما تضمنه تصريحاته من خطوره اذ انها توحي بصحه ما تضمنته. فالمغاربه دابا شوفوا معايا، ما غنطولش معاكم، شوفوا شحال كاين هنا من جريمه كيأثر. دابا الملك هو ضامن استقلال السلطه القضائيه، ها هو الديلامي، ها هو رجل يشتبه فيه، وكاين اشاعات كبيره بانه هذه جريده ديال وزاره الداخليه. هذا ماشي كنقولها اشاعات، لان ملي كتبع الجريده كيفاش تعاملت مع المعتقلين السلفيين، كيفاش دارت مع حركه 20 فبراير، كيفاش دارت مع الزفزافي. تصوروا خرجوا المحضر ديال الشرطه القضائيه على انه راه البوليزاريو كدعم الزفزافي وقضت الحراك. يلا حيا وداديه الحسنيه للقضاة، ياك انتوما كتناضلوا على القضاة وعلى استقلال القضاء وديروا شي، علاش دابا كتسربوا لهذا الشيء الجريده؟ كيف
باش تدي بحلال تدي بحرام. دابا نتوما كتقولوا تقلعوا المغرب انكم محترمين القضاة الوداديا، وكاين بعض القضاة كنحترمهم طبعا قلال على اقليتهم. لا كيفاش غتحترم وانت كتسرب؟ انت اول فقيني تسنى بركته تخرج جامع بلغته، واش عنده الحق هذا السيد يخرج المحاضر ديال الشرطه القضائيه ويصدر حكم ويقول بان الوقائع وهميه والوقائع في حق واحد الشخص؟ فين هي قرينه البراءه اللي كيهضر عليها الدستور المغربي؟ فين هو الملك ضامن استقلال السلطه القضائيه؟ واش الملك يقدر يواجه الديلامي دابا؟ مع احترامنا للملك، يلاه دابا كتحطوا الملك في هذه المعادله، دابا الملك خصو يدير خدمته. وهنا هنا كيجي الضعف ديال الولاء ديال المغاربه للدوله المغربيه، حيت انا ملي كنشوف الدستور فيه نص وفيه حقوق وما كتضمنهاش ليا، كنولي الولاء اللي كتقولوا الزفزافي الولاء ها الخيانه للدوله، ها الخيانه للامانه. كاع الجرائم الزفزافي كل اللي كتوجهوها الزفزافي مسكين، ها هي ها هي اي الاخبار الصحفيه اللي كتضعف ايمان ديال المغاربه بالدوله المغربيه، ايمانهم حتى بالملكيه، لان الملك هو ضامن استقلال السلطه القضائيه. هذه جريده تخصصت في التاثير على القضاء. رشيد نيني ادعى عام الحبس على التحقير مقرر القضائي والتاثير على القضاء، عام الحبس. علاش؟ لانه قاص الاجهزه المخابرات وهضر على 16 ماي وهضر وهضر وهضر. ها فين المشكل؟ قصتي المخابرات والحموشي وياسر المنصوري والله تشعل فيك العافيه. ها الخطوره في القضاء، علاش حكمتي رشيد نيني وما تحاكمش الديلامي؟ تأثير ياك القضاء، ياك حاكمتي نيني بناء على القضاء وهيبه القضاء وحرمه القضاء واستقلال القضاء. إذا بغيتي نحترموا الدوله والقضاء المغربي كيفاش شديتي نيني شد الديلامي؟ ها هو كيأثر على الملك، تيقيس الملك، هذا كيورط الملك، تيحط تيخلينا نتعيبوا مع الملك. هذا المقال انا كنت غنجبد الملك، اش بيني وبين الملك؟ ولكن ملي كنشوف هذا الشيء والبوليزاريو كيقول لي مشي للدستور، ما كيخرجكمش على الدستور، راه القانون هنا. يا كتقول حنا فوضويين كنهضر معكم بلغه القانون. الملك ضامن استقلال السلطه القضائيه، ها هو مقال يؤثر، ما كيخليش يعني الملك خصو يخرج يدافع على استقلال السلطه القضائيه. ثانيا باش نختم، هاد القضاة اللي كيتهاوم الكرطومي علاش ما داروش شكايه صيفتهم الشخصيه؟ علاش تخزنوا على الاطارات ديالهم باش يكبروا الشخذه كما تنقولوا بالدارجه باش تكون الدقه كبيره؟ ها نقطة أخرى، علاش جميع الشكايات اللي كيحطوا المغاربة هاد المغاربة الشكايات؟ ما كاينش الاعتقال وما كتحركش الأعداد من الشكايات، علاش هاد النيابة العامة في الدار البيضاء هاد السي بن سامي مشى اعتقل بسرعة؟ واش جميع الشكايات في الدار البيضاء وفي الرباط وفي المغرب كيكون فيهم السرعة ولا حيت هادو كيتعلق الأمر بقضاة؟ ثم نقطة أخرى، هاد النادي للقضاة وهاد الودادية الحسنية للقضاة، دابا أنتم كتبغوا تقلعوا المغاربة كتدافعوا على القضاء، وكاين الملك في الحسيمة الشرطة القضائية مشات خذات عينة من اللعاب ديال المتهمين بدون علم وكيل الملك. هو تقاس هنا النيابه العامه، ها تحقير القضاء، ها هيبتكم، الاحترام ما تيبقاش ليكم. درتوا شي بيان في هذا الاعتداء ديال الشرطه عليكم؟ وزير الداخليه دار بيان ضد المتهمين في الحسيمه، وزاره الداخليه، ياك تيقول لك الفصل في الدستور السلطه القضائيه مستقله عن السلطه التنفيذيه والتشريعيه. واش هذاك واش دابا ملي كيخرج وزير الداخليه بيان وكيحصي فيه العدد ديال ما يسمى بانهم مصابين في اللحظه اللي المتهمين معروضين على القضاء، واش مشي تاثير على القاضي؟ علاش ما تهضروش عليها؟ القاضي الجنائي في مدينه اسفي دار مراسله لاتصالات المغرب والانوي وميديتير اللي ولات اورانج، تيقول لهم عطيونا غير فحص كشوفات على الخبره على الهواتف في الملف ديال صلاح الدين الخاي. الى يومنا هذا حتى شي شركه ما غاتستجب له او لا استجبت له وحده ولا. يلاه قولوا لنا كيفاش انه هاد الاحكام ديالكم اللي ما كتنفذش؟ قاضي الجنائي اللي من بعد الله سبحانه وتعالى في الارض هو اللي كيصدر الاعدام وكيصدر المؤبد، خاصو يكون هو الطب، خاص كلشي يخاف منه. ترامب ميريكان قرار ديال ترامب قاضي رفضه، وترامب امتثل له. الناس اللي كتحترم راسها في الدول المغربيه في الدول، دابا باغيين تقنعونا باننا غنحترموكم حيت الكرطومي قال لكم الهيبه، وعلاه ما كاينش وسطكم الفاسدين؟ ها القضاة اللي تشدوا مع منير رماش في الحشيش مالهم ماشي فاسدين؟ والقاضي وشحال من وقاضي مؤخرا تشد ب 50 مليون وخرج مع العينين، وقاضي الاخر مشقاقه مشدود بالرشوه، وهذه ما كتناقش لنا المقال القضاة وهيبه القضاة، زعما القضاة ملائكه؟ كاين قضاة العمر هذا حنا ما تنجمعوش، ولكن كتصور لنا في المقال زعما بحال ذاك الكرطومي عسخان راسه. علاش ما تدافعوش على الهيبه ديال ذاك القاضي الجنائي الاسفي؟ وهذاك خالد علي ولي مشي عز يمه وخرج، يلاه القضاة الوداديه والنادي قضاة المغرب عيطوا له، عيطوا له. دير وداديه دير شي بيان باش نحترموكم. انا ما كنحترم لا وداديه لا نادي، ما احترم بعض الاشخاص، فوقاش غنحترمكم؟ ملي تكونوا انتم كتحترموا القضاء وهيبه القضاء وقرينه البراءه والمحاكمه العادله، وملي توليو كتدافعوا على القضاة وعلى المغاربه ما تدافعوش على راسكم، تما غنحترمكم. انا المهدوي حميد والله ما كنحترمكم يا القضاة ديال المغرب ما دمتم ما كتدافعوش على حق المواطن في محاكمه عادله. حق المواطن خاصكم تهضروا على ذاك وكيل الملك، ديروا فيه بيان، على الوزاره الداخليه ديروا فيها بيان. انا ذاك نحترموكم، واش انتم كتهضروا على بعضياتكم؟ ثم علاش ما ديروش بيان حقيقه؟ علاش سيتوا هذا الاعتقال؟ علاش؟
علاش ما تعزلوش هذا الكرطومي ببيان حقيقه باش تعزلوه على الراي العام؟ علاش نسيتوا هذا الاعتقال؟ ثم وهذا هو الاخطر، هذيك الاتهامات اللي قال الكرطومي واش تم البت فيها من طرف القضاء قبل اعتقاله؟ الاتهامات اللي قال ديريكت الاعتقال ديالو بسرعه الاعتقال ديالو، هو تيقول اسيدي راه كاين نهب وكاين وكاين وكاين، علاش ما تهضروش عليها؟ القاضي اللي شد شقه من عندك المقاول سمعنا وقالوا الناس شنو قلتوا فيها انتم في الدار البيضاء؟ تقدوا انتم يا قضاة الدار البيضاء تكشفوا لنا الممتلكات ديالكم، نتحداكم قدام المغاربه كلكم، انا اتحداكم القضاة ديال الدار البيضاء كشفوا لنا على الثروات وشحال السفريات اللي كتخرجوا لبرا، انا ما نتهمكمش، عكسوا قدام الراي العام المغربي والدولي، قولوا للمغاربه ها الثروات ديالكم وشنو عندكم وشنو ما عندكمش. كيفاش دابا خارجين هذا الولد هذا بهذا الاعتقال بهذا السرعه زعما القياسيه ودايرين هذه جريده الصباح وكتاثروا على عباد وكتجيشوا على الراي العام وخايصين الدستور والمالك وكيفاش زعما وبغيتونا في الاخر نقولوا راه كاين دوله مغربيه؟ ها؟ واش هذه ماشي جريمه في حق الدستور المغربي وفي حق الوطن هذه الجريده هذه اللي تخصصت في النيل في عباد الله الصباح الديلامي ديك المره جايبين مع زكريا المولي في دوزيم كيسب وكيقذف الدري. هذا صحفي هذا وكياخذ المال العام وكتبع على الجريده يا عباد الله تاريخيا. علاش غير وكاتب هذا الحري هذا جاي والسيد كيتهمك السي الحري دير لنا شي عطينا معطيات دير شي ندوه صحفيه نعرفك انت صحفي حر انا المهداوي الا اتهموني اجي الرباط ودير ندوه صحفيه عيط الموقع بديل السي خالد الحري انا ما اتهم عيط لنا شنو زعما هو دابا داك الشيء اللي قالوا كرطومي دابا تبتوا لنا شنو قال كرطومي قال خالد الحري كيتحكم في القضاء وعصابه انا ما نقولش ولكن ملي بهذا المقال تبتي بانك عصابه كتحكم في القضاء واعتقلتي السيد دابا الكرطومي داكشي اللي قال عاد فتح شهيتي. بالمناسبة أنا هذا الملف والله ما نزقلو، أنا هذا المقال هو اللي خلاني نبحث مزيان الطريقة باش تكتب هذا المقال جريمة في حق الملك والدستور والقانون، ولا لا قبلنا الحقرة شتي دوك البلطجة اللي كيبغيو يخلعونا باش نخليو هذا الرعب ونخليو هذه الجرائم تكرمس على المواطنين، والله لا تزناها. أنا راه كنت صحفي انتهازي، هذا راه زميل الصباح كما كيديروا بعض الصحفيين إطار الزمالة ويخبي عليا ويخبي علي، أنا والله ما نخبي على شي واحد لا صحفي لا قاضي. واللي عنده شي حاجه عليا ما يقصرلوش، كنتحداهم ها هما جريده الصباح، عندهم لي دوزي، ولكن باش جيت تكتب على البشر اخلاق المهنه، هذه صحافه، وبغيت نقابه الصحافه دير شي مقال، عبد الله البقالي انت دابا امام التاريخ، جريمه لا سكتي، جريمه لا سكتي، هذه ماشي اخلاق صحافه، هذه ماشي وخاص الوداديه تهضر، هذا ماشي مقال، هذه ماشي صحافه، هذه ماشي دوله المغاربه، هذه ماشي دوله بوك صاحبي، سيد تقول لك عندكم اراضي في ضرب وعزه، كاينه فيلات في ضرب وعزه، اتهامات، ابحثوا لنا معاه، اعطيونا نتائج البحث، واستمعوا له. وخرجوا من بعد ما يكون والو انت الغيار درتي له قراو قراو هو واش كيقول لك انا طلبت مني الجهاز المخابرات ولا شي زياده البوليس ندير وقفه ضد الزفزافي رفضت انا والله المغاربه ملي سمعت الزفزافي قال بان طلبوا مني ندير وقفه ضد الزفزافي ورفضت وراه كاين الشاهد قال سالوني قلت له هما غيديروا شي ملف هما يعتقلوا كرطومي لان المعلومه ديالنا عارف ابعادها لان كتقيس الحساسيه ديال واحد الملف حساس ها الاصل فلهذا انا كنقول هاد الاخوان هادو ديال الوداديه ديال الحسن ديال القضاه فتحتوا واحد الحرب كبيره ما غنتفاكوش معكم وما غنخافوش منكم والله لا تزنا حنا عادي الكرطومي تحيه لكم شكرا الله يبارك فيك والله ما ندوزوه وغدا ان شاء الله انا مريض نتمنى غدا الصباح مزيان غادي نهبط نوقف مع داك السيد وغادي نوقف معاه وغنتبنى هذه القضيه وغندير البحث فاش وهذو اللي كيسقوا بالقضاء وبوزاره الداخليه ويرهبوا لها كعادي لا كاين القضاه الفاسدين كاين قضاه مجرمين ومرتشين وتذكروا بالاسماء وغادي نوصلوا لهم شكرا لكم الزوار ديال الموقع وتضامني المطلق معك السي عادل الكرطومي والانصار ديالو وتحيه لكم.